بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بكم أبنائي الطلاب في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الأول ثانوي في الفصل الدراسي الأول. موضوع درسنا هو في علامات الإعراب الفرعية. هذا الدرس من إعداد وتقديم محدثكم الأستاذ ناصر ابن محمد آل وذيح. أهداف الدرس: يتوقع منك بعد دراستك لهذا الدرس بإذن الله تعالى أن تذكر الحالات الإعرابية للإسم والفعل في العربية، وأن تفرق بين المعرب والمبني في العربية. ثالثا، أن تعدد نوعي علامات الإعراب في اللغة العربية، ثم تذكر علامات الإعراب الفرعية للأسماء والأفعال. خامسا، توضح ما يعرب بالعلامات الفرعية من الأسماء والأفعال. أخيرا، توظف علامات الإعراب الفرعية في التعبير الكتابي والشفهي. بداية، عدد الحالات الإعرابية للكلام من الاسم والفعل. الحالات الإعرابية: الرفع مما يشترك فيه الاسم والفعل، ونعني بالفعل الفعل المضارع. كذلك النصب مما يشترك فيه الاسم والفعل المضارع. أما الجر فهو خاصية من خاصية الأسماء، فالأفعال لا تجر بينما الأسماء تجر. وكذلك الجزم خاص بالأفعال ولا يدخل في الأسماء جزم. إذن الجر خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. أما النصب والرفع فيشترك فيه الأسماء والفعل المضارع. أخذنا علامات الإعراب الأصلية، وتبين معنا أن علامات الإعراب الأصلية للرفع والنصب والجر والجزم: بالنسبة للرفع فإن الضمة هي علامة الإعراب الأصلية للرفع، والنصب فإن الفتحة هي علامة الإعراب الأصلية له، والجر فإن الكسرة هي علامة الإعراب الأصلية له، والجزم فإن السكون هو علامة الإعراب الأصلية. هذه العلامات الأربعة هي علامات الإعراب الأصلية، وما عداهما فإنه يعد من علامات الإعراب الفرعية. لنبدأ الدرس. اذكر علامة الرفع الفرعية لما ميز من كلمات فيما يأتي مع التعليل. جاء رجلان، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ رجلان كما ترون مثنى، والمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن الألف هي علامة الإعراب الفرعية، فنحن اتفقنا على أن الضمة هي علامة الإعراب الأصلية، بينما هنا أتينا بالألف علامة للإعراب، وهذه العلامة علامة فرعية وليست أصلية، فالأصلية هي الضمة. كذلك عندما أقول حضر المتأخرون، حضر فعل ماض مبني على الفتح، المتأخرون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ المتأخرون جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن ما إعراب هذا الفاعل؟ إنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الواو ليست من علامات الإعراب الأصلية، بل هي مثل الألف من علامات الإعراب الفرعية. نأتي إلى المثال الثالث. أنفق ذو مال، أنفق فعل ماض مبني على الفتح، ذو مال، ذو اسم من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أنفق فعل، وذو هو الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة،
وهو مضاف ومال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذن ذو من من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بالواو. نأتي إلى المثال الرابع: أنتم تحافظون على الصلاة. أنتم ضمير منفصل مبني على السكون، تحافظون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه انظر تحافظون، إن هذا الوزن يذكرنا بالأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة. تحافظون فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة. الأفعال الخمسة قلنا كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. وهذه الأفعال الخمسة لا ترفع بالضمة، وإنما ترفع بثبوت النون. هنا تحافظون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن كما تلحظ يا بني أن جميع هذه العلامات ليست علامات أصلية، فهي ليست الضمة. فهنا المثنى رفع بالألف، وهنا جمع المذكر السالم رفع بالواو، وهنا الاسم من الأسماء الخمسة رفع بالواو، وهنا فعل مضارع رفع بثبوت النون. هنا الألف علامة الرفع الفرعية الألف، والسبب لأنه مثنى. المتأخرون قلنا بأن علامتها الواو وهي جمع مذكر سالم. ذو قلنا علامة الرفع الفرعية فيه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. تحافظون علامة الرفع الفرعية هي ثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. إذن كما ترى أن علامة الرفع الفرعية مختلفة، هنا ألف وهنا واو وهنا ثبوت النون، بينما علامة الرفع الأصلية هي الضمة فقط. بعد أن انتهينا من علامات الرفع الفرعية، ننتقل الآن إلى علامات النصب الفرعية للأسماء والفعل المضارع. عندما أقول قرأت ملاحظات العلماء، قرأت ملاحظات العلماء، قرأ فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ملاحظات مفعول به منصوب وعلامة نصبه ملاحظات الكسرة. لماذا قلنا الكسرة؟ إن جمع المؤنث السالم يا بني لا ينصب بالفتحة، وإنما ينصب ويجر بالكسرة. فإذا هنا نصبت ملاحظات بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. في المثال الثاني عندما أقول رأيت رجلين في المكتبة، رأي فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، رجلين مفعول به لأنك رأيتهما، مفعول به منصوب وعلامة نصبه انظر إن علامة نصبه هنا الياء، فالمثنى يا بني يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهو هنا منصوب بالياء. الياء ليست علامة إعراب أصلية، وإنما هي علامة إعراب فرعية. في المثال الثالث أكرمت أخاك، أكرم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء هي الفاعل، أخاك مفعول به منصوب مثل رجلين، وملاحظات كلاهما وقعت في محل نصب مفعول به، أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه انظر علامة نصبه الألف. لماذا قلنا بأن علامة نصبه الألف؟ قلنا بأن علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وكما تلحظ في أخاك فإن شروط إعراب الأسماء الخمسة انطبقت فيها، فهي مفردة ومضافة إلى غير الياء. في المثال الرابع حاسب المدير المتأخرين، حاسب فعل ماضي والمدير هو الفاعل،
مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهي علامة إعراب أصلية. المتأخرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذن كما ترون فإن المتأخرين نصبت بالياء ولم تنصب بالفتحة وهي علامة الإعراب الأصلية. نأتي إلى المثال الخامس والأخير في هذه المجموعة. لن وهو حرف نصب، تذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه أين النون؟ أصلها تذهبون، وهذا النوع من الأفعال يعد من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. إذن هنا تذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة لها خمسة أوزان مشهورة: يفعلون وتفعلون، يفعلان وتفعلان، وتفعلين. فأي فعل مضارع كان على وزن أحد هذه الأوزان الخمسة فإنه يعد من الأفعال الخمسة. إذن قلنا بأن ملاحظات علامة نصبها الفرعية هي الكسرة، والسبب لأنه جمع مؤنث سالم. رجلين علامة نصبها الياء لأنه مثنى. أخاك علامة نصبها الألف لأنه من الأسماء الخمسة. والمتأخرين علامة نصبه الفرعية الياء لأنه جمع مذكر سالم. تذهب علامة نصبها حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. بعد أن انتهينا من علامة النصب الفرعية ننتقل إلى علامة الجر الفرعية. انظر، عندما أقول مررت برجلين، مررت برجلين، هذه الكلمة فعل وفاعل، الباء حرف من حروف الجر، رجلين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذن الياء ليست علامة جر أصلية. قرأت فعل وفاعل في حرف جر، سير المعلمين، سير اسم مجرور والمعلمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن يتفق المثنى وجمع المذكر السالم في علامة النصب وعلامة الجر، فكلاهما ينصب ويجر بالياء. سلمت على أخيك. سلم فعل ماضي مبني على السكون والتاء هي الفاعل، على حرف جر، أخيك اسم مجرور وعلامة جره الياء. لماذا قلنا علامة جره الياء؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة، فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ذهبت إلى عمارة. لماذا لم أقل عمري؟ إن هذا الاسم يا بني اسم ممنوع من الصرف، والأسماء الممنوعة من الصرف تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن علامات الجر الفرعية هنا الياء لأنه مثنى، وعلامة الجر الفرعية هنا أيضا الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهنا الياء أيضا لأنه اسم من الأسماء الخمسة. أما عمر فهي الفتحة لأنه اسم ممنوع من الصرف. نأتي إلى آخر مثال وآخر جدول. اذكر علامة الجزم الفرعية. قلنا لكم يا أبنائي أن الجزم خاص بالأفعال كما أن الجر خاص بالأسماء. فعندما أقول الطالبتان لم تذاكرا دروسهما، الطالبتان اسم في أول الكلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. لم حرف نفي وجزم، تذاكرا
فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قلنا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة تذاكر أو ياء المخاطبة تذاكري، فهو يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. الطالبتان لم تذاكرا دروسهما. نأتي إلى المثال الثاني. لم يسعى المسلم في الشر. لم حرف نفي وجزم، يسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. كنا قد اتفقنا بأن علامة الجزم الأصلية هي السكون، ولكن هنا علامة الجزم الفرعية هنا في الأفعال الخمسة حذف النون، وفي الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة. فهذا فعل مضارع معتل الآخر أصله يسعى وتم حذفها لأنه في حالة جزم. إذن علامة الجزم الفرعية هنا حذف النون، والسبب لأنه من الأفعال الخمسة، وعلامة الجزم الفرعية هنا حذف حرف العلة لأنه فعل مضارع معتل الآخر. إذن علامات الإعراب الفرعية في حالة الرفع لدينا الواو لجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والألف للمثنى، وثبوت النون للفعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة. في حالة النصب لدينا الياء لجمع المذكر السالم وللمثنى، والألف للأسماء الخمسة، والكسرة لجمع المؤنث السالم، وحذف النون للأفعال الخمسة. أما الجر فهو خاص بالأسماء، لدينا الياء لجمع المذكر السالم وللمثنى وكذلك الأسماء الخمسة. أما الفتحة فهي علامة جر الأسماء الممنوعة من الصرف. أما الجزم فهو خاص بالفعل المضارع، ولدينا نوعان: فعل مضارع من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون، ولدينا فعل مضارع معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. لذا أبنائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا، سائلا الله عز وجل أن أكون وفقت في عرضه. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واختلف الليل والنهار وذكره الذاكرون الأبرار.